وهنروح سرايا ميدان التحرير والثورة و30 يونيو والمظاهرات اللي نزلتيها كنت معاي. انا كنت معاكي طبعا، بس انا عايزاكي نفتكر الايام يلا دي سوا. يلا. ازاي عدت عليكي السنة الأخيرة؟ لا كانت توصفيها صعبة، بإيه؟ بصي كانت صعبة على مصر كلها، آه. على كلنا، علينا ما كلنا. تقوليهاش بطريقة مهذبة، أنا بقول سنة سودة. يعني أنا خليني بقى إيه يعني خشيار مأثرة عليها، قالت لك هتقولي اللي هي عايزاه. هي بقى شربات لوز هنا، هلا لوز، بتقول لكم كانت سنة سودة وهباب ومطية نبطين. لا بس عايزة أقول لك حاجة، إحنا دبلوماسية دي لازم تشتغل سفيرة. هتجيبونا بتجروا المظاهرات انت اللي شايفه عايزين منظري نشوفها. هنا؟ سفيرة يسرى. ها ايوه ده احنا كان هتسموا بصي زي كلنا فاتحين بقنا على اخره. مش عارفه كنا بنقول مصر ارحل. بصي دي واحده ارحل، دي فيها لحظه كده الواحد بيعمل ازاي ارحل ويفتح ارحل. فلقطوها واحنا بنقول ارحل من قلبنا. ده فين؟ ده في ده في وزاره الثقافه. الوزاره. كلنا شايلين ارحل. بس عايزه بقى اقول لك حاجه، شفتي بقى الشعب المصري وقوته لما بيقتنع من جواه ان هو في خطر بتلاقي مارد. وطول عمري بقول كده، ايوه احنا مارد بس يعني دوسي كده على ديلو شويه هتلاقي مارد قام. سبحان الله، مذهل 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 الحقيقه. وبعدين الناس العالم مش مصدق. مش العالم مش قال لك فوتوشوب ولاد الايه؟ يعني ما فيش فوتوشوب لايف، ما فيش. معلش عشان لما حد يقول لكم فوتوشوب تردوا. ما فيش حاجه اسمها فوتوشوب لايف، ما فيش. يعني الفيديو يبقى بيتحرك، ما ينفعش فوتوشوب في فيديو بيتحرك. ما اخترعوهاش بعد لما يقعدوا عليه ويعملوه ما يقدروش يعملوا اي حاجه طالما بيتحرك البني ادمين. ما ينفعش فوتوشوب. الفوتوشوب تعمل على صوره ثابته، حد تخين رفعوه، حد رفيع يتخنوه. لا ف نسيتي يا يسرى، لازم بقى تحكي لهم. انا مستنيه الليله دي عشان تحكي لهم يوم ما اغمى عليكي في ايدي. طب احنا مشينا نص مصر، ما احنا مشينا نص مصر، كنا صايمين. وكنا صايمين. وبقى هي قالت لي انا افكرها اهو واحنا ماشيين. ده دي مظاهره الفنانين ووزاره الثقافه ماشيين مع بعض احنا كلنا. ففي بقى يجي 1000 مصور عمالين يصوروا فينا يصوروا فينا. فدي بقى قالت لي ايه، بصي بصي بلا مصورين بلا بتاع، احنا نازلين عشان مصر، احنا نروح مع الشعب. قلت لها شعب؟ قالت لي يلا نخش في. قلت لها انت يسرى وسط الشعب ده هيبقى صعب جدا. قالت لي يلا يلا. والله العظيم مركبه عجل في رجليها. ده اغمى عليا اهو. لا ما شاء الله انا بحسدكي. لا بالعكس، انت شلتيني يا حبيبتي. انت حتى ايدها في ايدي كده وشداني مسكاني زي ما بنعمل بالظبط في العمره. انا مع يسرى عملنا عمرات كتير. في العمره هي بقى اللي بتشيل، يعني بتروح مسكاني والزحمه الفظيعه وتشداني وتخترق. وسبحان الله كل مره نلف نوصل لغايه الكعب. صح. في عز الزحمه. فعايزه بقى نكمل اليوم ده بقى. فراحت احنا مشينا من وزاره الثقافه، ركبت بقول لكم عجل اللي بيزحلقوا دول بس استني تجري. احنا رحنا بس بقى كملي بقى وزاره الثقافه. طلعنا على ابو العيله. نزلنا من ابو العيله رحنا ماسبيرو. ايوه حصل ايه بقى في ماسبيرو؟ انا طبعا شفت الدبابات جري. ايوه جاري. شفتي الجيش وراحت سايبه ايدي سايبانا كلنا وراحت اسحى معديه رايحه للدبابات. بس كلكم جيتوا. جينا وراكي طبعا. احنا هي تقول الجيش واحنا وراها الجيش. بص بقى وراحت حسين اول واحد اخد باله، حسين فهمي. قال لي هو انت كويسه؟ قلت له لا.
كنت ابتديت بقى يغمى عليا. احنا لما رحنا عند الدبابات بقى ابو العلا وابو لا كل الحته المحيطه بصينا لقيناهم حوالينا فجاه وكله عايز يسلم على يسرى ويتصور مع يسرى حبيبتي. وبعدين جينا قعدنا، انا فاكره ان انت شلتي يعني انت انا كنت بقى حضرتك بقى كنا وصلنا قدام الهيلتون، حضرتك مش حاسه احنا مجرجرينك مصممه تمشي من عند الماسبيرو لغايه قدام الهيلتون وانت عماله تعمل كده في ايديك. عمرو سعد وعمر الرقص الاول عندنا في الاوبرا الباليه هو أيوة. اللي فتح يا حبيبي الطريق. اللي فتح لنا الطريق ده مش ده جري مع العربيه ده جري العكس شلناها، انا بصيت لقيتها بتعمل كده وطبعا لا كنت رايحه بقى خالص، انا لقيت نفسي بشيل وبعدين بقى هاتوا ازايز ماسك، بصيت لقيت ليلى وصلت ولقيت صابرين معانا واسمه ايه المصري ماجد المصري وبقينا كلنا ونهال عنبر صح مظبوط كان في مجموعه. وبعدين انا ليلى لابسه النضاره وبتدلق عليها الميه قلت انت مين؟ انا مش شايفه قدامي دلقوا عليا ميه لولا حبيبتي شمس الجميله يا وحشتينا من كتر ما انا مش شايفه ولقيتك بتقعي فاتخضيت كلكم اتخضيتوا انت ميتوا بعدين بقى ليلى ايه اللي جاب وبندلق عليها ازاي ما هي ليلى جات لي بعد كده وانت جيتي معايا على النادي رحنا النادي بقى شلناكي بقى اي حته بس ندخلها فيها نريحها. فكان اول باب قدامنا لما العربيه بقى اللي بيقولوا ميكروفونات دي حطونا فيها في حته مش فاكراها انا طبعا رحت لا انت رحتي بقى هو احنا بقى شلناكي كان في العربيه اللي هو ماشي يقول ايه رحل اللي بيعمل لنا الميكروفونات اللي بيهتف ده والناس تهتف وراه ففتحوا لنا الباب وقعدنا طبعا مفيش مكان يعني في ثلاثه قاعدين جوه العربيه فاحنا قعدنا يعني فوق حجر بعض وخدناها بقى وبقوا يوسعوا لنا احنا مشينا عكس كوبري قصر النيل ده انت كنت رايحه بقى ما كنتيش حاسه بحاجه مشينا بقى احنا عكس الاتجاه الناس جايه بقى على كوبري قصر النيل واحنا راجعين بالعربيه والولاد عم بتوع الباليه يا سلام عليهم بقوا بيجروا حوالين العربيه يقولوا وسع وسع لان معانا حاله مش عارفين نروح فين ولا عارفين نجيب اسعاف ولا نعمل انا كنت حاسه ان قلبي بيوقف ساعتها لا لا. حسيت ان وهي بقى لازم تتنفس وبتاع عشان عندي ربو عندها ربو فطبعا انا يعني ركبي مش ثابت فجينا بقى عند اول مكان لقيته اللي هو نادي الجزيره قلت نخش نجيب دكتور نجيب اي حاجه فدخلنا بقى وعالجناها وبتاع وفائد بقى وقعدنا نفطرها انا وبعدين كلم خالد تعالى خد يوسف تعالى استلم مراتك احسن كسحتنا النهارده بس بصي اللحظات دي في احساس كده اهوت بتبقي غصب عنك يا هالة حاسه في مشاعر جامده جدا بالنسبه لبلدك لوطنك لما تحسي بالخطر عليه صح وتحسي قد ايه انت عايزه تعبري عن المشاعر دي تنسي بقى كل حاجه وبتعملي ده وانت مؤمنه بيه بس مش متيقنه من النتيجه اللي يحصل بقى لا انت في لحظه بتقولي يلا بقى الدنيا بعد الروح روح يعني يعني تحسي انه واجبك الوطني انك انت تقفي الوقفه دي ما ينفعش صحيح تبقي خاينه لبلدك كنت بقى في اللحظات دي احنا نزلنا ثلاث مظاهرات كبار احنا نزلنا 10 ايام يا هاني ايوه بس انا بتكلم على المظاهرات 30 يونيو و3 يوليو و26 مظبوط الثلاثه بصراحه يعني كانوا التاريخ يصنع على وغير كنا غير التاريخ ده غير التاريخ ال كنت متوقعه بقى وانت في المظاهرات دي او خطر في بالك واحنا شايلين صور الرئيس السيسي لا. يعني انا كان ساعتها طبعا هو المشير في وقتها طبعا. وكنا كلنا شايلينها وماشيين وفرحانين بيها صحيح كنت متصوره انك هتروحي يوم التنصيب بتاعه ابدا ما خطرش على بالي صراحه بس احساسي ان ربنا حط لنا حد يعني يعمل لنا كده اهو انتشلنا وحط القدوه دي قدامنا اللي هو الرئيس السيسي ولما اخترنا احنا واحنا ما كنا نعرفه احنا ما كناش نعرفه انما قد كده شخصيه تأثر فيكي وتحسي بوطنيته وتحسي بإخلاصه تجاه هذا الوطن وأمانته وقال لك أنا ما عنديش عصا سحرية أنا مش هقدر أعمل كل حاجة لوحدي ده أنتوا اللي هتعملوا
بعدها بقى حضرتي لحظه التنصيب ويوم الاحتفال قبل يوم الاحتفال كان يوم الفن قبلكم عيد الفن يوم عيد الفن كانت اول مره تقابليه؟ لا لا احنا رحنا اكاديميه الشرطه عشان الشهداء ورحنا شهداء الشرطه وشهداء الجيش وكان في حفله برضو في القوات المسلحه ده يعني كنا بنسلم سلام عادي سلام يعني عادي وفي مره ما لحقناهوش ما شفناهوش انما كانت كل الشخصيات الشخصيات الدوله يعني كانت موجوده يوم ما رحنا التنصيب انا ما كنتش مصدقه ان دي مصر بترجع بالقوه دي والجمال ده يعني وقبليها الصبح كان كل الملوك والرؤساء موجودين شيء مشرف وجميل وازاي هم العظمة بينوا بيحبوا مصر ازاي يعني كل الوطن العربي بين قد ايه حبه واحترامه لمصر وخوفه على مصر ازاي الراجل ده لم شملنا رئيس السيسي الحقيقه طبعا انا انتخبته طبعا وفخوره ان انا انتخبت هذا الرجل لانه احنا عندنا صور وهي بتنتخب مش كده؟ اتفضلي قولي يعني اعتقد انه الشعب فهم يعني ايه هو محتاج لقائد قائد حقيقي انت بتقولي جيتوا من السفر على الانتخاب جينا من السفر على جيتوا مخصوص على عشان طبعًا. الانتخابات اصل احساسك ده واجب وطن يا جماعه ده دي يا بلدك تروح منك يا بلدك ترجع لي يسرى الكلام معاها جميل ومش يعني عندنا مناطق كتيره لسه هنخش نتكلم على حاجات خطيره